السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع اسمه ريندر اي اي، اي سكتش عادي زي كده تمام، هو يبدأ يحوله لك لصور ريندر لا نهائية بشكل دوت. ممكن تبعت له مثلا صورة زي كده، يبدأ هو يعمل لها ريندر كتير زي ما انت شايف. اي شخبطة سكتش، خطوط بسيطة خالص، هو بيبدأ ان هو يعمل لها رندر عالي جدا بشكل رهيب. كل عيب بس ترفع الصورة هو بيبدأ يعمل لها الرندر بتاعها. طيب خلينا نقول له ساين اب. هنقول له من خلال جوجل. فممكن تشخبط انت او ترفع صورة وتبدأ بقى تكتب ابلود كاستم سكتش. طيب وبعد كده تقدر بقى توصف له ده يتعمل رندر ايه، وبعد كده تقول له كرييت ماجيك. يعني ممكن تقول له مثلا ده هي المفروض مثلا سمكة او ضفدع عندها سلة او حاجة زي كده. انا هقول له لا، ده سويمنج بول غلاسة كده يعني، واقول له ان انا عايز كرييت ماجيك. فخلي بالك هو انا كده بعمل بحاجتين، ان انا ارسم سكتش وان انا اكتب له برومت. ممكن تبقى برومت بس او صورة بس، او هنا بقى بندمج الاتنين مع بعض فيبدأ يعمل لك حاجة بالشكل ده. طيب نقول له مثلا ان ده سمكة مثلا، فيش ان ووتر، ونقول له كرييت ماجيك. يبدأ يعمل لك بالشكل ده وهكذا. طبعا كل ما تقول له كرييت ماجيك تاني يعمل لك صورة مختلفة تماما. تمام، فهتستمتع بيه ان شاء الله.